السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات الغاليات، كيف الحال؟ نتمنى أنكم تكونوا كلكم صحة جيدة وعواشركم مبروكة. كيف ماشيين مع الصيام والقيام؟ حبيبتي المتتبعات، اليوم أيضا جبتكم موديلات آخر مكاين في الحجاب الشرعي. كما كتشوفوا هنايا هاد الموديل هدايا، الصراحة أنا عجبني بزاف بزاف، الألوان كاملين. بالنسبة لهذا الموديل هذا جبته من واحد الصفحة من الفيسبوك مصرية، واللي عجبها تقدر أنها تورهن الخياطة تخيطوا له فحالو. الصراحة الله مزيوان، عجبني أنا هاد الستايل هذا دا الكشكشة فيه مزيوان بزاف. نتوما كواش عجبكم ولا لا؟ وكما كتشوفوا هدايا حتى هو مزيوان بزاف، هذا عنده الكشكشة غام من تحت فهاد الفوقية صافي، عكس آخر جالو مثلث في العنق وفي الصاية. كما كتشوفوا الصراحة الله مزيونين، واللي يعجبك فيهم الألوان كاملين، وأهم حاجة أنهم كيخرجوش من نطاق الحجاب الشرعي. وانتم قولوا لي شنو أكثر موديل اللي كيعجبكم، فاش كترتاحوا أكثر، شنو هما الألوان اللي كيعجبكم في الحجاب الشرعي. شوفوا هاد اللون هدايا مزيون بزاف، بما أننا مقبلين على الصيف. صراحة موديلات كاملين مزيونين، وكما كتشوفوا هنا يعود هذا موديل آخر، جاء على شكل عباءة بالسحاب ولا بسري كما كنقولوا. أما هذا الموديل هذا عود صراحة مزيون بزاف بزاف، عنده طريزات في الأكتاف في اليدين فوق. كما قلتكم كاملين كيجيو فضفاضين وواسعين، الموديلات صراحة مزيونة كاملين مزيونين. هادي نسق في أخرى، قولي انتو بك في التعليقات شنو أكثر موديل عجبكم في هاد الموديلات كاملين. ما شاء الله هاد البنت هادية دايما يعني موديل في هاد اللباس الشرعي، كل مرة كتجي الجديد والألوان، ركزوا على الألوان صراحة الله مزيونة بزاف. كاين كيقول لك الالوان حرام، الالوان ماشي حرام، الالوان ملفته، ما كاينش شي لون ملفت اكثر من اللون الاسود. فالالوان الانسان يلبس الالوان مع راسه، ما يكونش غير لون كيبين الثوب كيبين. اما الالوان ما كنظنش انا الالوان حرام. فاش كاين بزاف د النصوص الشرعيه كيقول لك زعما لا حرج في الالوان، وكل واحد يلبس اللي يرتاح له، الالوان اللي كيرتاح فيها. كاين اللي كيعجبو الالوان الهادئه، كاين اللي كيعجبو الالوان النيود، كاين اللي كيعجبو الالوان القويه، كل واحد يلبس اللي الالوان اللي كيرتاح فيها. واش كيعجبكم هاد الستايل هدايا ولا الستايل ديال الجلباب اللي كيجي خمار بالرأس يعني وهابط حتى مع الركبتين، المعروف الجلباب؟ ولا كيعجبكم الحجاب الشرعي مع الخمار بوحديتو او الفولار؟ المهم قولوا لي نتوما شنو اكثر موديلات اللي كتعجبكم، باش هي اللي نبقى نركز عليها. طبعا تبارك الله متتبعات الغاليات، عندي من كل فني طرب، كل واحده وشنو كيعجبها، كل واحده والستايل ديالها. المهم دائما نبقى نحاول نرضي جميع الاطراف. انتما قولوا لي شنو اكثر حاجه كتعجبكم، وكنتمنى ان لي فيديوهات ديالي تكون كتعجبكم وكتنال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش بجيم وتعليق باش تحفزوني دائما نجيبكم الجديد. شكرا للمتابعه ديالكم وعلى التعليقات، ولا اي واحد كيقول كلمه طيبه في حقي. شكرا من قبل، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.